السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو توضيحي لطريقة استخدام منصة الاختبارات الخاصة بالمعهد المصرفي المصري. في الفيديو ده هنوضح لكل الممتحنين طريقة الدخول على منصة الاختبارات وازاي أقدر أوصل للامتحان بتاعي وازاي أقدر أجاوب على الأسئلة بطريقة سهلة. فيلا بينا. في البداية بيوصل لكل مستخدم إيميل زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده، بيكون فيه 3 حاجات: رابط الدخول على منصة الاختبارات، اسم المستخدم، والرقم السري اللي بيستخدمه في الدخول على الحساب الخاص بيه. بمجرد ما بنضغط على الرابط بياخدنا لمنصة الاختبارات الخاصة بالمعهد المصرفي المصري، واللي بيكون شكلها زي ما احنا شايفين قدامنا بالظبط. ببتدي ادخل اسم المستخدم والرقم السري في الخانتين اللي قدامي دول وادوس على كلمة لوجن. بيدخلني على صفحة الاختبارات الخاصة بيا، واول حاجة بعملها اول ما بدخل على الصفحة دي ان انا بتأكد ان اسم المشارك اللي موجود فوق على الشمال هو الاسم بتاعي. بيكون ظاهر لي في الصفحة دي على اليمين اسم الامتحان اللي انا همتحنه دلوقتي، بدوس على كلمة الوصول عشان ادخل على الامتحان. بيدخلني على صفحة اكثر تفصيلا فيها لستة بالامتحانات اللي انا هقوم بامتحانها على اليمين تحت، ولو كان هو امتحان واحد فهو الامتحان اللي هيظهر لي. بمجرد الضغط على اسم الامتحان بيجيب لي معلومات بسيطة عن الامتحان اللي انا هقوم بحله دلوقتي، فيها زمن الامتحان المحدد ولينك قم بمحاولة اداء الاختبار الان، اللي لما بدوس عليها بيطلع لي رسالة فيها زمن الامتحان، والعد التنازلي بتاع وقت الامتحان هيبتدي من اللحظة اللي بدوس فيها على زرار ابدأ المحاولة. بمجرد الضغط على زرار ابدأ المحاولة بيفتح لي صفحة الأسئلة، واللي بيكون شكلها زي ما انا شايف بالظبط. نافذة فيها السؤال والاختيارات اللي انا بختار منها، سواء الاختيار الاول او الثاني او الثالث او الرابع. على الشمال بيكون عندي بطاقات عليها ارقام الأسئلة وعددها اللي هتكون موجودة في الامتحان بتاعي، وعلى اليمين بيكون في رقم السؤال اللي انا بحله حاليا وحالة السؤال ده انا جاوبته او لا، وعلم هذا السؤال لو انا حابب ان انا احط علامة على السؤال لو حابب ان انا ارجع له مرة تانية. لو خلصت السؤال بدوس على كلمة next، ولو عايز ارجع للسؤال قبله بدوس على كلمة previous. لما بخلص اجاباتي كلها على جميع اسئلتي بدوس على كلمة انهاء المحاولة، بيطلع لي ملخص الاجابات اللي انا جاوبتها خلال الامتحان، ايه الاسئلة اللي انا جاوبتها، ايه الاسئله اللي انا ما جاوبتهاش، ايه الاسئله اللي انا معلم عليها علامه عشان ارجع لها مره تانية، وكلمه سلم الجميع وانهي، واللي بضغط عليها في حاله ان انا متاكد من جميع اجاباتي بتظهر لي رساله تاكيد ان انا على وشك ان انا انهي محاولتي في حل الامتحان، ولما بقفل الرساله دي ما بقدرش اعدل اجاباتي مره تانية. طب لو انا عايز ارجع اتاكد من اجاباتي بدوس على كلمه الغاء، ممكن اعمل ريتيرن تو اتمب او ادوس على رقم السؤال اللي انا عايز ارجع له، سواء من الليسته اللي عندي على اليمين او سواء من رقم السؤال من النافذه اللي على الشمال. ولو دوست على اي واحده فيهم هيرجعني تاني على صفحه الاسئله، سواء دوست على رقم السؤال او على بطاقه من البطاقات اللي موجود عليها الاسئله في النافذه اللي على الشمال. لو خلاص انا متاكد ان انا حليت كل اجاباتي بدوس على كلمه انهاء المحاوله، بيجيب لي الملخص اللي احنا عرضناه لسه من شويه، وادوس على كلمه سلم الجميع وانهي، وفي الحاله دي خلاص انا متاكد من جميع اجاباتي ان انا خلصت جميع اجاباتي، فبدوس على سلم الجميع وانهي، بيطلع لي ملخص عن الامتحان ان الامتحان بتاعي انتهى وان انا غير مسموح ليا باي محاولات اخرى. بضغط على اسم المشارك اللي موجود في اعلى الصفحه على الشمال فوق وبعمل خروج، بيطلعني على الصفحه الرئيسيه بتاعه منصه الاختبارات. ارجو ان الخطوات تكون بسيطه وسهله، ويا رب دايما بالتوفيق والنجاح. شكرا.